نفسك؟ سميتي أيوب أخريف. نعم، والمركز اللي كتشغلوا في فريق نجم الساحل؟ الخامسة الدفاع، وسط دفاعي. شكرا. نعم، وانت هو يعني بالنسبة للفريق ديالكم كيفاش كانت تشوف المردودية ديالو في هذه المباراة أمام لراس سيتي؟ كانت مردودية مزيانة ولعبنا مزيان ودرنا الجهد ديالنا كمال الله. نعم، وبالنسبة لكم كيفاش كانت الاستعداد ديالكم لهذا الدوري؟ الظروف اللي استعديتوا فيها يعني كانش واجهتكم بعض الصعوبات، بالاخص هذا ملعب كبير وانتم كان عندكم ملاعب قرب ياك؟ نعم. يعني ربما هذه الصعوبات كانت يعني كان الاكراهات اللي جعلتكم انكم تقاو صعوبات. شنو تقولنا على الظروف اللي استعدت لي اول مرة فهمتي كتلعب في كامبو هيدا كتجيك اشكال، فهمتي كتجيك اشكال اللعبة ولعبنا واخا هذاك لعبنا وزيارنا وهذيك ماشي مشكل. نعم، الخساره ماشي مشكل، ماشي الخساره ماشي هي كلشي، راه لعبنا بدا لعبنا فهمتي لعبنا بالجهد ديالنا بكله ماشي مشكل. نعم، وبالنسبه للمرضيه ديال اللاعبين كاملين يعني شنو يمكن تقول ولا لاحظتي شي حاجه على سواء اللاعبين داخل الملعب يعني كيفاش شفتي لعبوا مزيان وداروا الجهد ديالهم كامل ولك؟ نعم، يعني في الميدان شنو الصعوبات اللي انت اللي لقيتي لاحظتي بان يعني لاحظتي داخل الميدان بالنسبه لكم اللي يمكن المدربين ربما ياخذها في السيدات اللي ما جاي يعني تكون كبعض الثغرات اللي يشوفها يصحها مثلا؟ صعوبات ديال الهجوم ما كايناش يعني انتم اعتمدتوا يعني لاحظنا الشوط الشوط الثاني كامل انتم مدافعين بالاضافه بالاخص غير في الدقائق يعني تقريبا في مسجل عليكم الهدف الثاني خرجتوا يعني خرجتوا حتى الهدف مسجل عليكم الهدف الاول ملي كتخرجوا كيتسجل عليكم الهدف. يعني كان حيت فهمتي كنا لاعبين حنايا دفاع وكان الوسط ولكن الهجوم ما كانش، اللي كان الهجوم ما كناش غادي نخرجوا بهذه النتيجه فهمتيني. وبالنسبه للسن ديال اللاعبين ديالكم لاحظنا بان عندكم عناصر باقا شويه فتيه يعني عناصر ربما حتى العام ديال السن لقيتو ربما كاين شي فرق بينكم وبين السن ديال اللاعبين الاخرين ديال الفريق الاخر؟ كاين الفرق، كاين الفرق وبزاف. كاين الفرق وبزاف، بحال راه كاين هنا فهمتي الدراري صغارين. هذه الصعوبات اللي واجهتكم ربما في السن هذا اللي غنسولك انا، يعني هذه مسائل تقنيه بالنسبه لمعدل السن ديال اللاعبين ديالكم، واش عارف معدل السن ديالكم؟ شحال معدل السن؟ 16 17 15. نعم، اذا ربما هذا العامل السن اثر عليكم في المباراه. حتى الدراري الكبار اللي ما عندهم وظروف الاستعداد والاكراهات اللي واجهتكم وداك الشيء. نعم، وبالنسبه للمباراه اللي ما جايه يعني كيفاش شنو هي يمكن تقول الاصدقاء ديالك اللي انهزموا بهذه النتيجه اللي كانت شويه مخيبه 4-0 يعني وفرق كبار كتفوز كتنهزم بهذه الحصه، يعني شنو يمكن تقول على الاخوان باش يتجاوزوا هذه الكبوه هذه؟ ان شاء الله نزيدوا نونطريمون نزيدوا نتقاتلوا ويكون ان شاء الله الخير. نعم، والمدرب ديالكم يمكن تكلمنا على كيفاش التوجيهات اللي وجهكم الاخص انتم خرجتوا منهزمين 2-0 في الشوط الاول؟ شنو هي التعليمات اللي عطاكم في المدرب؟ دار الواجب ديالو على اللعبه. السميه ديالو بعدا الله يخليك. ربيع المرابي. ربيع تفضل التعليمات اللي عطاكم في يعني في بين الشوطين. التعليمات مزيانه وطانا البلايص ديالنا وكل شيء مزيان كل شيء مزيان. كنتمنى لكم التوفيق في باقي مباريات الدوري. وهذه ما هي مباراه وباقي مباريات يعني، وكنتمنى لكم التوفيق والمسار جيد في هذا الدوري.